السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة منوعات إيمي كوريشي. النهاردة الدرس التاني بالنسبة لنا، وهناخد غرزة مهمة جدا تعتبر من أهم أساسيات فن الكوريشي، هي غرزة الحشو أو سنجل كوريشي. بتمنى اللي يشوفنا الأول مرة يدعمني باللايك وشير سبسكرايب ويفعل الجرس عشان يوصل لكل فيديو جديد مننا إن شاء الله. انا هشتغل ازاي الغرزه ديت. اول حاجه طبعا انا عملت كده مقسم صغير لها، هنعيد جزء بسيط جدا كنا اخدناه المره اللي فاتت، اللي هو ازاي نعمل عقده البدايه. انا طرف الخيط ده بيبقى في ايدي اليمين ومعايا الابره بردك، انا بمسكها بالطريقه دي ماشي، ممكن حد يمسكها كده ماشي، ممكن حد يمسكها ماشي، اللي الطريقه اللي تريحك فيها امسكي بها الابره وتحسي فيها انك انت مرتاحه في مسكتها. بسيب جزء من الخيط علشان اشطب بيه الشغل بتاعي، وبعدين بعمل عقده البدايه. عقده البدايه ممكن تكون بالشكل ده، تمام؟ ادي العقدة مشتغل بيها. ممكن لها شكل تاني، احنا اديناها وشرحناها في الدرس الاولاني. خدوا بالكم الطرف الخيط اهو في ايدي اهو ماشي كده، وانا بنزل بالابرة كده وبشدها. وممكن زي ما شرحت لكم بردك المره اللي فاتت اهو، ادي غرزه الايه البدايه او عقده البدايه. بعد كده هعمل اول سلسله ليا، الإبرة الكروشيه معايا هيت ماشي كده، وبلف عليها الفتلة وبخرجها تبقى عاملة زي حرف في، تمام؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر طب انا هعمل ايه؟ اول واحدة مش هتنحسب، هاجي ادخل في اللي بعدها، تمام؟ وهطلع كده هيبقى معايا اتنين على الايه؟ على الابرة، وهلف بالخيط وهخرج من اتنين. ادي واحد تاني، انا عندي ضلعين اهمت، الضلع اليمين وضلع الشمال، هدخل في الاولاني ده تمام، وهخرج كده وبعدين هطلع من اتنين. ادي تلاتة اهو، اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر
انا كده معايا 10 ايه غرز. طيب انا دلوقتي خلصت العشرة وعايزة انتقل للدور التاني اللي بعد كده، هعمل ايه؟ هاخد غرزة تمام، وهلف الشغل بتاعي وهنزل في اول غرزة وهلف الخيط، هيبقى معايا اتنين على الابرة وهطلع منه. تاني هنزل في التانية اهو تمام كده، والف الابرة واطلع، يبقى معايا اتنين على الابرة، حلقتين على الابرة هما، وهطلع ايه منه. اهو هنزل تاني واخرج وهرر ايه الخيط بتاعي، انزل في اللي بعديها معايا اتنين على الايه ابرة الكروشيه تمام، اخد عليهم الفتلة واخرج ايه منه. طبعا انتوا شايفين طريقة سهلة جدا جدا جدا. انا معلش اسفة بعتذر، خدت لفة خيط، لا انا بنزل على طول معايا اتنين كده، وبعدين بروح شده اللي بعد كده، ادي اتنين معايا. اشتغلي وغلطي وفكي شغلك وعيدي تاني، مفيش اي مشكله، المهم في الاخر ان انت تتعلمي حاجه انت حابه اصلا انك انت تتعلميها، يكون عندك الرغبه كمان ان انت تتعلمي الكروشيه. هو بص فن جميل جدا ممتع جدا وبيطلع وحدات رائعه. دلوقتي انا هدخل تاني في اللي بعديها، دي اخر غرزة بالنسبة لي. تمام. طب دلوقتي انا عايزة ارتفع تاني، ارتفع تاني اعمل ايه؟ اروح واخدة زي ما قلت لكم، ناخد غرزة وبعدين اروح لفة الشغل بتاعي تمام كده، واجي في اول غرزة واروح طالعة بيها واخدة عليها لفة خيط، واروح خارجة من الاتنين اللي بعديها، دي رقم اتنين اهو، تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ادي تسعة اخر حاجة عشر. هي غرزة جميلة ومحبكة كده وشغل بصراحة كروشيه انا بحبه جدا جدا جدا. هتستخدمي حاجات كتيرة جدا جدا، يعني كل ما تشتغلي في المفارش، تشتغلي في البروفرات، تشتغلي في جوانتي، تشتغلي في اي حاجة، هتلاقي بتحس انك انت لازم تستخدمي غرزة الحشو دي. غرزة جميلة جميلة هيت، ممتازة وممتعة كمان، يعني تحب انك انت عايزة تشتغليها وتتعلميها. لو عجبك الفيديو انا كده وصلت للنهاية، لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وفعلنا الجرس، وان شاء الله نلتقي قريبا في غرزة اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.